اهلا وسهلا في حاجة جديدة من اسكيب برودكشنز. انا صلاح دي حلقة رقم 42 من اي جي ان. اولا كده احب اتاسف على حوار الجرين سكرين. مش هيكون في جرين سكرين لفترة كبيرة عشان طبعا انتوا عارفين انا وزينب اتجوزنا وللاسف الشديد غيرت المكان اللي انا كنت عايش فيه فنقلت حاجتي كلها وطبعا الجرين سكرين مش هينفع اخدها معايا عشان كنا انا وخالد دهنينها على الحيطة. فان شاء الله لما استقر هنحاول نعمل جرين سكرين جديدة في اقرب وقت اول ما نستقر ان شاء الله ونرجع اي جي ان زي ما كنا بنعملها زمان. خش بقى في الاخبار. طبعا طوكيو جيم شو اتعرض ومن اهم الاخبار ان بلاي ستيشن 4 هينزل في 22 فبراير في اليابان. الصراحة خبر محبط جدا للناس اللي عايشة في اليابان مع ان ما اعتقدش في اي حد عايش في اليابان بيتفرج علينا. المفهوم ان هم عايزين لعب تنزل اول في الماركت, لعب معينة تنزل اول في الماركت بعد كده يريليسوا كونسول. صراحة الموضوع مش مفهوم. خبر من اهم الاخبار برضو ان بلاي ستيشن فيتا هينزل منه فيرجن جديد. زي ما انتوا عارفين البي اس بي نزل منه فيرجن جديد, بعد كده نزل منه بي اس بي جو, ودلوقتي كمان بلاي ستيشن فيتا زي ما احنا كنا كلنا متوقعين انهم هينزلوا بلاي ستيشن فيتا جديد اسمه بي اس فيتا 2000. لحد دلوقتي بلاي ستيشن فيتا ده ما فيهوش اي حاجه جديده غير ان هم صغروه, حطوا 1 جيجا بايت انترنال ميموري, يعني هيكون عندك جيجا بس تحط عليه السيفز بتاعتك, وصغروه وغيروا الشاشه خلوها من او ال اي دي LCD. والصراحه مش مفهوم ايه اللي هم عملوه ده, يعني مفيش اي فرق خالص من بلاي ستيشن فيتا الحالي لبلاي ستيشن فيتا جديد غير ان هو اصغر وعليه جيجا تحط عليها اغنيتين مثلا. وطبعا نسيت اهم حاجه في حوار بلاي ستيشن فيتا انه نزل منه الوان كتيره فحسب. على كمان على ليميتد اديشن كونسولز من بلاي ستيشن فيتا 2000 ده المفروض في واحده فاينل فانتسي اكس 2 اتش دي, وهيكون في كمان واحده الجاد ايتر, بس الكلام ده كله في اليابان. لحد دلوقتي ما اعرفش اي حاجه عن الويسترن ريليس من البلاي ستيشن فيتاز دي, مش عارفين هتنزل لنا ولا لا ولا هتنزل لليابان بس. اعلنوا كمان على بلاي ستيشن فيتا تي في اللي هو المفروض جهاز تحط فيه ميموري كارد وتلعب لعبه بلاي ستيشن فيتا بتاعتك على التلفزيون بدول شارك 3 كنترولر. ممكن الحوار ده يكون لطيف لناس بس انا صراحه مش مقتنع قوي, يعني ليه العب بالفيتا على التلفزيون ما ممكن العب بالفيتا, وليه ما العبش على بلاي ستيشن 3 او 4, مش فاهم. اعلنوا كمان عن سول ساكريفايس دلتا. لما اعرفش سول ساكريفايس لعبة على بلاي ستيشن فيتا الصراحة من اعظم اللعبة على بلاي ستيشن فيتا. كنا اتكلمنا قبل كده في الكواب فيديو بتاع ريمان ليجندز ان فيتا ملوش لعب كتير, بس سول ساكريفايس من احلى اللعبة. اعلنوا ان في سول ساكريفايس جديدة اسمها سول ساكريفايس دلتا, هيكون طبعا فيها سبيلز جديدة ووحوش جديدة وانميز جديدة وليفلز جديدة. طبعا لحد دلوقتي هم ادونا اناونسمنت تريلر بس, بس ما عندناش اي معلومات عن سول ساكريفايس دلتا بالظبط هتكون ايه الفرق بين القديمة والجديدة دي. سيجي على عن فانتسي ستار نوفا للبلاي ستيشن فيتا, واللعبة هيكون فيها 4 بلاير كوب. وكمان كان في اناونسمنت لياكوزا ريستوريشن هتنزل للبلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن فيتا, فاي حد فان للسيريز بتاع ياكوزا في لعبة جديدة. اناونسمنت كمان للعبة على بلاي ستيشن 4 اسمها ليلي برجامو. المفروض ان جونغ هو وجراس هوبر مانيفاكتشر عاملين كولابريشن مع بعض على اللعبة دي, ومفروض ان ليلي برجامو دي هيكون فيها نينجاز ونينجاز نينجاز. داينستي ووريرز 8 هتنزل 22 فبراير في اليابان, فأي حد بيحب السيريس مش عايزة تخلص دي وعايش في اليابان انا مش عارف بقول الأخبار دي ليه. في اناونسمنت كمان لجيلتي جير جديده, زي ما انتوا عارفين جيلتي جير فايتنج جيم زي ستريت فايتر كده, اسمها جيلتي جير اكس ار دي ساين, وهتنزل للبلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 4. الصراحه مش عارف ايه الاسامي العجيبه اللي هم بيطلعوا بيها دي, يعني ايه اكس ار دي وساين ايه. نخش بقى في الاخبار مالهاش اي دعوه باللعب الياباني او الحاجات اللي نازله في اليابان فقط. ديب داون شفنا اخيرا جيم بلاي من لعبه ديب داون, مع ان الجيم بلاي مش على طول طوال, احنا بنشوفه عن طريق كاميرا مصوره التلفزيون, وعشان الجيم بلاي متصور عن طريق كاميرا كواليتي مش قد كده. بس اللي احنا شفناه في الجيم بلاي ده للاسف طبعا ملوش اي علاقه باللي احنا شفناه في E3. زي ما انتم فاكرين التريلر الخارق اللي كلنا كنا قاعدين بنريل قدامه. الجيم بلاي الصراحه شبه دارك سولز شويه, وكمان القصه لما كانوا قاعدين بيتكلموا على القصه تحسوها اساسن سكريد, المفروض ان انت في المستقبل بس بتخش حاجات عشان تشوف الماضي في زي الانيمالز كده بتاع اساسن سكريد. ولحد دلوقتي اللي احنا شفناه من اللعبه ما يطمنش قوي, يعني ضحكوا علينا بتريلر خارق ودلوقتي بيورونا اساسن سكريد على دارك سولز مضروبه في خلاط وشويه ترانيم من سكايرم. ف يا ريت يا كابكم تتنقلوا تعملوا لعبه عدله عشان كفايه. شفنا اخيرا كمان تريلر ذا ايفل وذين. زي ما انتم عارفين ذا ايفل وذين هتكون اخيرا اول لعبه سرفايفل هورر في الفتره دي او في الجنريشن الجاي, عشان طبعا سرفايفل هورر كله مات. التريلر ده بيورينا شويه جيم بلاي من اللعبه, وكمان زي ما انتوا عارفين ريزيدنت ايفل بره اسمها بايو هازارد, وشكلها كده كمان ذا ايفل وذين بره هيكون اسمها سايكو بريك, عشان في التريلر قالوا لنا ان اللعبه اسمها سايكو بريك مش ذا ايفل وذين. ف ارحمونا بام الاسامي واللخبطه دي.
شفنا كمان تريلر ياباني للبلاي روم، زي ما تعرفين بلاي روم هتيجي ببلاش مع كل بلاي ستيشن 4، اي حد معاه البلاي ستيشن اي الجديد ده ينفع يلعب بلاي روم على بلاي ستيشن 4. والصراحه تريلر ما قدمناش جديد، نفس الحاجات اللي احنا كنا شفناها قبل كده. عملوا اناونسمنت كمان عن لعبه جديده اسمها ناتشورال دكتورين، المفروض ان هي لعبه ار بي جي جديده هتنزل بلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن فيتا، والمفروض هيكون في كروس بلاي على الثلاثه كونسولز. فالصراحه دي ممكن تكون اول لعبه تشوفها المنظر ده بتتلعب على كله. وفي الاخر كونفرنس خالص ورونا تريلر اسمه A Day with PlayStation، بيتكلم او مش بيتكلم، هو مجرد تريلر بيورينا البلاي ستيشن 4 قد ايه هو جايب التنين، بيجيب لنا شباب يابانيين معاهم بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن فيتا ومعاهم فلوس كتير تنين ومعاهم بلاي ستيشن 4 في الجامعه مش فاهم. هو التريلر كلها فهمته ان اليابانيين معاهم فلوس كتير فحت وان بلاي ستيشن 4 جايب التنين وفي فلوس كتير فحت بتترمي. اتفرجوا على التريلر. كان في رومر بتقول ان سوني شغاله على فيرتشوال رياليتي جوجلز او حاجه يعني للفي ار زي كده اوكولوس ريفت، وكان المفروض ان هي تتعرض في تي جي اس، بس الصراحه ما شفناش اي حاجه عن الكلام ده. سوني اكدت ان بلاي ستيشن 4 هيكون فيه فويس كوماندز زي طبعا الكينكت والاكس بوكس 1، وهيكون فيه فويس كوماندز عن طريق الاي كاميرا او البلاي ستيشن اي، وما ادريش اي معلومات اكتر من كده. بعد كده بلاي ستيشن 4 ظهرت على امازون الفرنساوي بتورينا ان في بندل بيجي ببلاي ستيشن 4 اثنين كنترولرز وكيل زون شادوز فول، وكل ده ب 500 دولار، يعني بتاخد كونسول اثنين كنترولرز وكيل زون شادوز فول ب 500 دولار. سوني كمان اعلنوا ان هم عاملين بارتنرشيب مع 21 شركه واستوديو عشان اكسكلوسيف كونتنت للبلاي ستيشن 4، طبعا يكون اكسكلوسيف كونتنت يعني دي ال سي بدري لكول اوف ديوتي ولا كامو بدري لباتل فيلد 3. طبعا زي ما انتم عارفين طبعا الحوارات دي احنا عشناها مع بلاي ستيشن 3 والاكس بوكس وهتكمل معانا للنكست جن. اللي عايز يخش البيتا بتاع دارك سولز 2 يلحق يعملها دلوقتي من على بلاي ستيشن ستور. المفروض البيتا بتاع دارك سولز 2 هتكون فقط على بلاي ستيشن، طبعا اللعبه هتنزل على بلاي ستيشن والاكس بوكس بس البيتا على بلاي ستيشن فقط، فكله يلحق يعمل ساين اب للعبه. الديمو بتاع بيوند 2 سولز هينزل الشهر الجاي عشان يعذبونا شويه، نقعد نلعب الديمو ونعيط لحد ما نستنى ما اللعبه تنزل، بس ان شاء الله يكون عندنا جي تي اي والديمو بتاع بيوند 2 سولز، فهيكون عندنا حاجات كتير نعملها. فمش مهم نلعب بيلد وسولز، يعني مش مهم تتاخري شويه، احنا ورانا جي تي اي يعني. الله، مايكروسوفت عملت صفقه مع نوكيا واشتريت الديفيجن بتاع الموبايلات بتاع نوكيا ب 7 بليون دولار عشان يعملوا تليفونات مايكروسوفت نوكيا معفنه. انا الصراحه مش عارف اقول ايه على الخبر ده، ف مايكروسوفت اشترت نوكيا. مايكروسوفت اعلن ان اكس بوكس 1 هينزل 22 نوفمبر بعد بلاي ستيشن 4 بشويه، مش بكتير قوي، بس طبعا زي ما انتم عارفين هينزل في بلاد معينه وفي بلاد تانية هيضطروا يستنوا قرن عقبال ما يعملوا الايكولايزيشن بتاعهم عشان مايكروسوفت مجانين كريزي. في الفتره اللي فاتت دي عرفنا كذا حاجه عن الاكس بوكس 1، ان الاكس بوكس 1 هيكون فيه ريموت داونلود زي الاكس بوكس 360، يعني انت ممكن تقفل جهازك وتسيبه يداونلود زي ما هو عايز. عرفنا كمان ان الاكس بوكس مش هيسبورت اكسترنال هارد ديسكس متوصله ليه الا بعد فتره معينه لما يعملوا انلوك للسبورت ده. كمان يكون في باكورد كومباتيبلتي مع اللعب القديمه بتاعت الاكس بوكس 360 عن طريق كلاود سيرفيس اسمها ازورا. عرفنا كمان ان اول ما الكونسول ينزل الفويس كمان هتكون موجوده في خمس بلاد بس، يعني الاكس بوكس 1 لو انت مثلا مصري مش هيعترف بيك ومش هيسمع كلامك. نظام الريبيوتيشن بتاع الاكس بوكس 360، اي حد عنده اكس بوكس 360 عارف هاي الريبيوتيشن ملوش اي ثلاثه لازمه، ده المفروض ان هو هيكمل على الاكس بوكس 1 بس هيبتدي من اول وجديد، يعني الريبيوتيشن بتاعك هيبتدي من الصفر، يعني مش لازم كلنا نكرهك مع ان اصلا مش فاهم الريبيوتيشن ده، محدش استفاد بيه ولا حد بص له يعني. خبر كمان مهم جدا 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 ان الكونسول هيشغل 8 كنترولرز، مش فاهم ليه بس هو هيشغل 8 كنترولرز في نفس الوقت للي عايز هنلعب بيه، يعني في 8 كنترولز نلعب بهيلو سبليت سكرين 20 بتاع. والخبر المهم في كل اخبار اكس بوكس ما لهاش اي لازمه دي، ان هم زي ما عملوا بوستنج للجي بي يو بتاع الكونسول هيعملوا كمان بوستنج للسي بي يو. واخر حاجه ان هم كمان اعلنوا عن الاكس بوكس ميوزك اب ان هو هينزل للاي او اس للاندرويد وللويب. خبر كمان مهم ليه علاقه بالاكس بوكس ان هم نزلوا لنا زي تيست سامبلز للاكس بوكس لايف بارتي شات، يعني بيفرقوا ما بين الاكس بوكس 360 والاكس بوكس 1، وممكن تروحوا تشوفوها عشان فعلا الاكس بوكس 1 في تحسن كبير جدا عن الاكس بوكس 360 في البارتي شات. ربنا يستر والكلام ده ما ياخدش نت كتير. في فيديو اتعمل له ليك على يوتيوب شخص غريب جدا، ما اعرفش لسه الفيديو موجود ولا لا، لسه موجود هتلاقي اللينك في الديسكربشن عايز تشوفه. عمل ليك الفيديو هو ماسك الاكس بوكس 1 كنترولر بتاعه قاعد بيلعب الاكس بوكس 1 رايز وقاعد يورينا شويه في المنيو. ممكن يكون الراجل ده بيتا تيستر للكونسول وقرر ان هو عايز يورينا الحاجه اللي هو عايز يوريها لنا، بس المهم اللي احنا شفناه في الفيديو ده ان هو الترانزيشن ما بين اللعبه والمنيو سريع جدا، يعني انت ممكن تلعب اللعبه وتطلع للاكس بوكس هوم في ثواني. هو كان بيهنج شويه بس اي جاس عشان ده لسه بيتا، بس باين ان الجهاز بيسمع الكلام
مش زي الاكس بوكس 360 لما تدوس الجايد باتن استنى الاسبوع الجاي عقبال ما يفتح. رايس سيرفر زي ما انتوا عارفين تكون اكسكلوسيف للاكس بوكس 1. نزلت ديفايبر دايري بيتكلم عن كل حاجه في اللعبه، في اللي عايز يتفرج عليها لينك تحت في الديسكربشن. بصراحه لاحظنا ان الانيميشنز في اللعبه غريبه شويه، كلانكي شويه، كل ما الشخص يجي يضرب فجاه بتلاقيه نط على اللي قدامه كده، في فريمات بتختفي، الانيميشنز غريبه شويه. يمكن ده عشان لسه بيتا، بس اتفرجوا انتوا قولوا لنا رايكم في الكومنتس، هل الانيميشنز غريبه ولا احنا بيتهيأ لنا؟ يمكن عشان لسه بيتا ويمكن صلاحوا الكلام ده كله. ليفل كاب بتاع بوردرلاينز 2 اترفع، فلسه عنده بوردرلاينز 2 عايز يرجع يلعب شويه ويلفل تاني. ليفل كاب اترفع، المفروض الابديت ده نزل مع دي ال سي جديد اللي هو اسمه التيميت فولت باك هانتر باور هانتر باور 2. اسمه ايه؟ التيميت فولت هانتر ابجريد باك 2. معلش. Deadly Premonition اخيرا اخذت ميعاد تنزل يوم 31 سبتمبر على ستيم. زي ما انتم عارفين انا قلت قبل كده ان انا نفسي العب اللعبه دي، فشخصيا فرحان ان انا هلعبها على ستيم يوم 31. Gearbox عن هم شغالين على لعبتين جداد للنكست جنريشن، ومفروض اللعبتين دول ولا سيكوز ولا بريكوز، يعني المفروض ان هم شغالين على لعبتين جداد براند نيو. I guess ان ده خبر لطيف. فيفي بريزنسكي جاب لنا Gears of War، شغال لنا صوره جديده من البروجكت اللي هو شغال عليه، فهتلاقوا الصوره في التلفزيون. انا صراحه مش فاهم اي حاجه من الصوره ومش فاهم ايه اللعبه دي كيجي انفيون او كايجي انفيون. المهم الراجل اللي عمل ماجا مان شغال على لعبه جديده اسمها ذا مايتي نمبر 9. المفروض اللعبه دي موجوده على كيك ستارتر. كيك ستارتر المفروض ان هي سيرفيس بتخلي الناس تتبرع للديفلوبرز ان هم يعملوا اللعب. لحد دلوقتي اللعبه شلمت 900,000 دولار، والمفروض ان هي تكنيكيا ماجا مان عشان هو خلاص مش شغال مع كاب كوم، فهو عمل ماجا مان بس اسم تاني اسمها مايتي نمبر 9. وانا صراحه مش قادر استنى اشوف البروجكت دي هتمشي ازاي. شكله كده هيرجع الاسنس بتاعت ماجا مان تاني بس على الجنريشن الجديد. اخيرا شفنا جيم بلاي فيديو دراجون ايج انكويزيشن، كل اللي كنا بنشوفه كان تريلرز بس. واخيرا شفنا جيم بلاي من اللعبه، شفنا خناقه مع تنانين في الصحراء، واللعبه الصراحه شكلها ظريف جدا، الجيم بلاي شكله ممتع. انا عمري ما لعبت دراجون ايج قبل كده، بس شكلي كده هبتدي بدراجون ايج انكويزيشن. دايس اعلنوا في باتل فيلد 4 اخيرا هيكون في تيست رينج للطيارات، يعني مش لازم تاخد الطياره بتاعت التيم بتاعك وتخبطها في كل حته وتفجرها، ممكن تخش على التيست رينج دي وتتدرب على سواقه الطيارات والهليكوبترات بدل ما تعذب التيم بتاعك تقرفهم في شكلهم زي ما انا كنت بعمل. تيستينج زلا فيديو جديد عباره عن شكر من بانجي للكوميونتي. الصراحه الفيديو فيه حاجات كتير جدا، لو حد ركز فيه هيلاقي ان في حتت من مالتي بلاير وحاجات زي مالتي بلاير مابس من اللعبه، وكل الفيديو عباره عن شكر من بانجي لينا. والصراحه على العفو يا بانجي، بس يا ريت تخلصوا ديستني، يعني واحد زهق، انا عايز يا ريت تخلصوا. المفروض ان اي اي الكترونيك ارتس شغاله على 6 أو 8 لاعب جداد، ومفروض برضه ان هم مش هيكونوا ولا ريبوتس ولا ريميكس ولا بريكولز ولا سيكولز ولا ري ايماجينيشنز ولا ريبطيخيشن اوف لعب، يعني المفروض ان هم شغالين على 6 أو 8 لاعب جداد. يا ريت يعملوا لعب محترمه ونو ميلكينج. هو مش نو ميلكينج، هو مفيش ميلكينج عشان يعملوا لعب جداد، بس يا ريت يعملوا لعب عادي. يوبيسوفت اعلنوا ان فار كراي 3 بلاد دراجون عدت المليون، فهينزلوا زي فيرجن كنوع من احتفال، ينزلوا فيرجن على دي في ديز كنوع من احتفال. انفيديا اعلن اي حد هيشتري جي تي اكس 760 او ما فوق، يعني جي تي اكس 760 770 او 780 بعد نزول باتمان اركام اوريجنز هياخدوا اللعبه ببلاش. هيديو كوجيما عمل ضجه كبيره جدا في حوار الكاركتر بتاعت كوايت، ان هو مخليها سكسي او ايروتيك شويه بمعنى كلامه، ده اللي هو قاله مش انا اللي بقوله. فدلوقتي الناس في ناس قفشه منه وفي ناس معاه، هو بيقول ان هو عامل الكاركتر شكلها كده بسبب معين ليه علاقه بشخصيتها، والناس بتقول ان هو بيعمل الكلام ده عشان يبيع او بيعمل الكلام ده مش مهم. المهم ان احنا عايزين ميتال جير وخلاص، مش مهم بقى كوايت مزه ولا مش مزه ولا لابسه ولا مش لابسه، مش مشكلتنا، المهم ان احنا نلعب لعبه. المفروض كمان ان هيديو كوجيما عرض زي جيم بلاي جديد للعبه، بس اتعرض للناس واحنا ما شفناهوش لحد دلوقتي، ما اعرفش هنشوفه ولا لا. هيديو كوجيما كمان نزل زي ديفلوبر دايري للموكاب او الفيشل كابتشر بتاع الكاركتر بتاع كوايت اللي قلنا اتكلمنا عنها قبل كده. فاللي عايز يتفرج على الموكاب بتاع كوايت ويشوف الممثله الاصليه تلاقي لينك تحت في الديسكربشن كالعاده. روك ستار اعلنوا ان جي تي اي في تكلفتها كانت حوالي 260 مليون دولار، يعني من الاخر كده جي تي اي في تكلفتها كانت اكتر من انسبشن وذا افنجرز وافاتار، بس ما اعتقدش ان هي كانت اكتر من ذا بايرتس اوف ذا كاريبيان. ولحد دلوقتي مفروض ان جي تي اي دي اكتر لعبه اتصرفت عليها في التاريخ، واللي احنا فاهمينه ان هم اخذوا فلوسهم كلها ان ريتيرن عن طريق البري اوردرز، يعني هم صرفوا كتير تنين واحنا رجعنا لهم فلوسهم عن طريق البري اوردرز. ف هو باقي كام يوم، يا ريت يعني نتنين نلعبها عشان انتوا صرفتوا كتير واحنا دفعنا كتير، فعايزين نلعب. ليت تكون عجبكم الفيديو، عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير وسبسكرايب كالعادة. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.